مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني اللي كتشهد في الأثناء هذه الحادثة السير الخطيرة. شوفوا كيفاش من بعد ما اصطدمت سيارة ديال الأجرة من الحجم الصغير بسيارة رباعية الدفع، كيفاش أن السيارة انقلبت. وحديث عن إصابات تم النقل ديالهم إلى المستشفى، أشخاص كانوا على متن السيارتين معا، سيارة الأجرة والسيارة الخفيفة العادية اللي تقلبت. تم نقل الأشخاص إلى مستشفى الحسني بمنطقة الحي الحسني. هذا الحادث اللي خلف خسائر مادية كبيرة في السيارتين معا، إضافة إلى العمود ديال الإشارات المرورية اللي حتى هو تصاب ورصيف بطبيعة الحال. بالفعل إلهام حسب ما علمت قناة شوف تي في قبل البدء في هذا المباشر، أن السرعة كانت السرعة وعدم احترام الإشارات الضوئية كانت سبب في وقوع هذا الحادث اللي وقع قبل حوالي 10 دقائق من الآن، ولا لا دخلت عناصر الوقاية المدنية ونقلت هاد الأشخاص، نقلت 3 ديال الأشخاص إلى مستشفى الحسني بمنطقة الحي الحسني. مرة أخرى السرعة وعدم احترام إشارات الضوئية كتسبب في حادثة مفجعة بمدينة الدار البيضاء. الله يهدي ما خلق. نتمنى من السائقين أنهم يحترموا قانون السير، يمشيوا بشوية، يحترموا الإشارات الضوئية والإشارات المرورية. الطريق اللي ما عندكش الحق تمشي فيها أكثر من 60 ما تمشيش في 60، الطريق اللي ما عندكش الحق أنك تمشي فيها بواحد السرعة فارطة سير غير بشوية، ما نسوقوش في حالة وحنا في حالة غير طبيعية، ما نسوقوش وحنا معصبين، ما نسوقوش أرواح هذيك الناس اللي راكبين معاك راه كيكونوا بين يديك، والناس اللي غاديين في الشارع العام راه حتى هما راك مسؤول عليهم في حالة ما ارتكبتي بحال هاد المخالفات اللي كتؤدي إلى حوادث مثل هاد الشكل هذا. دانا نتوما كتشوفوا صراحة والله ما فهمت، واخا انا من قبل ما نطلق هاد اللايف سولت هاد الناس وما براسهم كيقول لكم الطاكسي ما بغاش يهضر، ولكن الناس اللي حاضرين هنا كيقول لك ما عرفناش الطاكسي منين جا. نقدروا نقولوا دوك السياره اللي مقلوبه كانت جايه من هنا، ولكن الطاكسي منين جاي؟ واش جاي من لانتيكدي ولا جاي من طريق عاديه؟ كيفاش تصطدموا ما عرفتش. اكيد هذا هو اللي غادي يعرفوه الناس ديال الامن، خصوصا مصلحة حوادث السير بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء. عندك صح شي حد فيهم غادي يكون ما احترمش الإشارة الضوئية، ما احترمش في الضوء الأحمر واصطدم بالآخر. انتوما كتشوفوا السيارة السوداء كيفاش مقلوبة، والسيارة ديال الأجرة كيفاش كلها تخربات من الامام. يعني السيارات بجوج ربما ما بقاوش صالحين للاستعمال بالطرقات المغربيه مره اخرى، يعني مشاو بجوج. علاش؟ على عدم السبب كيكون دائما هو التهور وعدم احترام الاشارات المروريه.
إذن شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي في مباشر آخر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.